السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله المولى.